نجدد التحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا في فقرة الصحافة، نستعرض من خلالها مع حضراتكم أهم وأبرز الأخبار صدرت الصحف هذا اليوم. معنا للتعليق على هذه الأخبار الزميل الكاتب الصحفي أسامة شرف الدين، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة جورنال مصر. أهلا بك يا أسامة وتحياتي لك. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. خلينا ناخد أول خبر مع حضراتكم مشاهدينا بعنوان تعاون بين مصر وأوغندا في مجال الزراعة والري. عفوا، استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري اعضاء لجنه الزراعه بالبرلمان الاوغندي والوفد المرافق لهما للمطالبه بتوفير المساعدات الفنيه المصريه في مجال الزراعه والري. واعرب وفد البرلمان الاوغندي عن سعادته بمشاركته في احتفال البرلمان المصري بمرور 150 عاما على انشائه، مطالبا بتوفير المساعدات الفنيه المصريه في مجال الزراعه بالبرلمان الاوغندي. كمان طالب وفد ولجنه الزراعه بالبرلمان الاوغندي زياره عدد من المزارع الاستفادة من الخبرات المصرية والاستفسار عن صناعة الأسمدة في مصر. تعليقك أستاذ أسامة على هذا الخبر وشايف التعاون المصري الأوغندي وتحديدا في مجال الزراعة أهم ثماره إيه؟ في الحقيقة إن التعاون ده في التوقيت ده مهم جدا. مصر بدأت تاخد خطوة بشكل كويس جدا في العلاقات الإفريقية ومع دول حوض النيل. يمكن التعاون ده بيجي في وقت مصر طرحت فيه مبادرة قومية قوية جدا على أساس أن هي تزود من علاقاتها الاقتصادية مع دول حوض النيل، وهو مشروع الممر الملاحي، ربط الممر الملاحي ما بين بحيرة فيكتوريا وما بين البحر المتوسط. ويمكن من 3 أو 4 أيام بالضبط كان المهندس إبراهيم محلب نائب الرئيس للمشروعات الاقتصادية والمهندس طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة كانوا في ملتقى اقتصادي، وكان في لقاء مع نائب رئيس كينيا كان بيتكلموا بشكل جد جدا على مشروع ربط نهر النيل البحر المتوسط. يمكن في التوقيت ده مهم جدا ان احنا نزود من علاقاتنا الاقتصاديه سواء مع اوغندا سواء مع كينيا سواء مع دول حوض النيل. الفتره اللي فاتت يمكن كان في بعض الغموض شويه في حته ان ظهور مصر افريقيا والعلاقات الاقتصاديه مع دول حوض النيل. صحيح. احنا دلوقتي محتاجين ان يبقى لنا دور كبير جدا مع دول حوض النيل، وخصوصا ان في يعني في موضوع زي موضوع ازمه سد النهضه، وان شاء الله اكيد مصر هترجع بقوه في علاقاتها مع دول حوض النيل والعلاقات الافريقيه. اكيد ان شاء الله. يمكن ده شايفينه ببلوره زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على التعاون مع كل دول المنطقه والتغول بشكل كبير جدا في افريقيا نظرا لكون مصر من اهم الدول الافريقيه، وده ان شاء الله هنلاقي تاثيره في كافه المجالات وتحديدا اقتصاديا. ننتقل مع حضراتكم للخبر التالي بعنوان خطه لهيكله قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه في مصر. مضمون الخبر، اعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي انه تم خلال الفتره الماضيه اتخاذ عدد من الاجراءات التي من شانها التيسير على مربي الماشيه والعاملين في مجال الثروه الحيوانيه والداجنه في مصر، مما يساهم بشكل كبير في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر. وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في مصر أمر من شأنها المساهمة في تقليص الفجوة الغذائية وتعويض النقص من اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني. أعتقد خطوة مهمة جدا أستاذ أسامة أن احنا نهتم بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة نظرا لحرصنا على التناول بشكل كبير جدا من هذه اللحوم. شايف بعد هذه الخطوة حرص وزير الزراعة على التشجيع وتذليل كافة العقبات اللي من الممكن أن تواجه قطاع الثروة الداجنة والثروة الحيوانية، انعكاس ده يا فندم على السوق إيه وانعكاسنا ده على الثروة الحيوانية والداجنة؟ يمكن ده بيجي في إطار الخطة القومية اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلم على المشروع القومي للأمن الغذائي. بالإضافة إن احنا يمكن عندنا زي ما تقول أزمة في الثروة الحيوانية وثروة الدواجن في مصر. بالنسبة للثروة الحيوانية عندنا حوالي 21 مليون راس ماشية، ده ما بيكفيش استهلاكك من السوق المحلي، فبتحاول إن أنت تعوض ده من خلال الاستيراد من الخارج. في التوقيت ده يمكن عندنا يمكن أزمة في العملة الصعبة أو في الدولار، ومصر بدأت تتحول من فكرة إن أنت تستهلك أو إن أنت تعتمد على الاستيراد إن تبدأ إن أنت تبدأ تنتج، وده بشكل ده هيأثر على المواطن المصري والمستهلك بشكل كويس جدا. بالإضافة لنقطة كمان مهمة جدا، إن استهلاكك من اللحوم من 500 مليون طن ل 850 مليون طن سنويا، فلا ما اعتقد ان ده هيؤدي الى ايه، ان الاستهلاك ده المواطن نفسه هيشعر في سعر كيلو اللحمه مثلا هيوصل لكام، بالنسبه حتى في سعر كيلو الدواجن هيوصل لكام. كمان نقطه مهمه جدا ان ثروه الدواجن في مصر في خطه ان هي توصل لانتاج 2.5 مليون طائر يوميا، لان احنا كنا بننتج حوالي مليار وحاجه، يمكن الموضوع ده تراجع بقى 650 مليون
مليون، فعلى الاساس ده بدات بشكل قوي الحكومه المصريه ووزاره الزراعه تتحرك وتبدا تحط خطه قويه جدا وسريعه. كل التوفيق يا رب لصيدلتنا الحيوانيه والداجن. ننتقل للخبر التالي بعنوان الزراعه والتموين توصيان بسعر 450 جنيه لاردب القمح المحلي. مضمون الخبر نقلا عن موقع اخبار مصر بالتلفزيون المصري، اعلن المتحدث باسم وزاره الزراعه اليوم ان اللجنه المشكله من وزارتي الزراعه والتموين اتفقت على التوصيه بان يكون سعر اردب القمح 150 كيلو جرام في الموسم المقبل عند 450 جنيه مقابل 420 جنيه للموسم الماضي. وعلى المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم أن اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين اتفقت على التوصية بأن يكون سعر أرداب القمح 150 كيلو جرام في الموسم المقبل عند 450 جنيه. تعلق حضرتك على هذا الخبر وشايف أهمية النمو بهذا المحصول الاستراتيجي الهام والدور اللي بتلعبه الدولة تحديدا من الحملات زي الحملة القومية للنمو بمحصول القمح وتأثير ده على المحصول أو الناتج بتاعنا من القمح المحلي. يمكن انا شايف ان معظم الاخبار او معظم ان الحكومه دلوقتي بدات تاخد بالها كويس جدا من الازمات اللي كانت موجوده او بيعاني منها الشارع المصري. لو حضرتك لاحظت يمكن احنا اتكلمنا على بدايه هيكله الثروه الداجنيه والثروه الحيوانيه، حضرتك اتكلمت برضو يمكن عن القمح وعلى رفع سعره وسعر توريده للحكومه. يمكن 30 جنيه دي اللي هي في سعر الطن هتفرق كويس جدا وهتدعم الفلاح في ظل التكلفه المرتفعه اللي هي اللي بتواجهه. تمام، نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا في الموسم القادم نحقق اعلى انتاجيه من محصول القمح وان ما يكونش فيه اي مشاكل زي ما كان في هذا الموسم، وعندنا ثقه في اخواننا الفلاحين المزارعين الحريصين كل الحرص على النهوض بهذا المحصول الاستراتيجي الهام وهو محصول القمح. وزير الري يناقش اخر مستجدات مشروع تحسين اداره الموارد المائيه. ناقش الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري اخر مستجدات انشاء نموذج دعم اتخاذ القرار لاداره الموارد المائيه بالدلتا وكذلك نماذج اخرى مكونه من اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي لسد العجز في بعض المناطق. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائيه والري مع المهندسه اسرار موافي رئيس قطاع التخطيط والفريق الاستشاري لمشروع تحسين اداره الموارد المائيه، وذلك في اطار استكمال انشطه المشروع التي سيتم الاستفاده منها في استكمال اعداد الخطه القوميه للموارد المائيه. راي حضرتك كيف هذا الخبر وتعليقك بشكل شفاف؟ تعال نتكلم عن مشروع تحسين اداره الموارد المائيه. المشروع يمكن التكلفة المالية بتاعته 6 مليار دولار بممولة من الاتحاد الأوروبي وعدة جهات تمويل وعدة جهات تمويلية. المشروع يمكن بيوفر حوالي هيوفر بالنسبة في مصر هيتعمل في أكتر من محافظة. طب المشروع بيستهدف إيه؟ المشروع بيستهدف إن أنت تبدأ تعمل موارد مائية تانية ليك غير نهر النيل. عندك خزان جوفي موجود في الصحراء الغربية هيتم الاستفادة منه، هتشتغل على تحلية مياه البحر بشكل كويس جدا، هتعالج مياه الصرف الصحي. في اطار ده هيكون في مشروعات في المحافظات هتوفر حوالي 6000 فرصه عمل حقيقيه بالاضافه ل 150000 فرصه عمل مؤقته. صحيح. مهم ان احنا يعني نكون على يقين من استغلال الموارد المائيه المتاحه وكمان ان احنا نقدر نحلي المياه واستخدام مياه الصرف، واعتقد دي مشروعات سوسما بيت موجوده في العديد من المحافظات ادراكا لاهميه. عايز اوضح لك نقطه، يمكن الخطه جت يمكن ل 2030 لان في ازمه مائيه جدا العالم كله هنمر بيها في 2030. مصر بدأت تاخد بالها بشكل كويس جدا. صحيح. بالنسبه للموضوع ده اللي احنا بنقوله وده اللي عندنا نظره كده مستقبليه، بقى عندنا رؤيه وبدأنا نشتغل بالفعل ومعاك شريك زي الاتحاد الاوروبي. يمكن حتى المشروع نفسه معمول على 6 مراحل. فهو بدأنا نشتغل يعني. مهم، اتمنى يا رب التوفيق لمثل هذه المشروعات الهامه اللي بتصب في صالح بلدنا الحبيب مصر. انتقل الخبر التالي، الصناعات الغذائيه تفوز بعقود تصديريه لاوروبا وافريقيا. نقلا عن جريده الاهرى، مضمون الخبر اختتمت بالعاصمه الفرنسيه باريس فعاليات معرض سيال الدولي للصناعات الغذائيه والحصلات الزراعيه والذي شاركت في اعماله 102 شركه مصريه نجحت في الفوز بعقود تصديريه كبيره لاسواق اوروبا وافريقيا والمنطقه العربيه. وقال الوزير المفوض التجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصرفي بفرنسا أن أرقام الصفقات قد ترتفع خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود اتفاقيات مبدئية فازت بها الشركات المصرية مع عدد من الدول الإفريقية والعربية والتي شاركت مع وفود مشترين من هذا المعرض. وأضاف أن المكتب التجاري سيتابع خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية بهذه الدول سيتابعون تطورات تلك الاتفاقيات لتضمينها في التقرير الذي يعده عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض سيال الذي رفعه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق كبير.
يمكن عايز اوضح لحضرتك حاجه. الخبر ده بيعكس جانبين مهمين جدا. اول حاجه مدى التاثير الايجابي للعلاقات الاقتصاديه اللي انت عاملها مع اوروبا ومع افريقيا بشكل كويس، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ده رد على بعض الاشاعات اللي طلعت على الصادرات المصريه وعلى الحاصلات الزراعيه بالتحديد في الفتره الاخيره. الخبر هنا بياكد للعالم كله لا، ان مصر فيها حاصلات زراعيه كويسه جدا، والدليل كده ان مصر بتفوز بعقود تصديريه لاوروبا وافريقيا. مهم كمان ان احنا نكون ان نقدر نقول ان هذا الخبر بيقول ان الحمد لله الحاصلات الزراعيه بخير، نقدر نواجه كافه التحديات اللي بتواجهنا وتحديدا في تصدير الموالح وغيرها اللي كانت بتلقى مكانه عالميه وما زالت بتلقى مكانه عالميه، ولكن كان لنا منافس رئيسي مثل الصين وبعض الدول الاخرى. قادرين باذن الرحمن بعد هذا الفوز اللي احنا حققناه في مجال الحاصلات الزراعيه للتصدير ان احنا نرجع للمكانه بتاعتنا بشكل كبير. نتمنى يا رب التوفيق لكل الحاصلات الزراعيه المصريه. اخر خبر معنا بعنوان مصر تحتل مرتبه متقدمه في صادرات الخضر. المصدر عالم الزراعه، قال المهندس السيد حامد مدير زراعه القاهره خلال تفقده لاعمال الحجر الزراعي بسوق العبور ان مصر تتقدم العديد من الدول بالنسبه لصادرات الخضر مقارنه بما يقرب من 150 دولة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوفير احتياجات الأسواق الزراعية لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين. تعليقاتك على هذا الخبر إيه؟ وشايف أن الأهمية القصوى لمحاصيل الخضر تحديدا في مصر، وهل قادرين إن شاء الله نحقق النسبة المرجو منها في التصدير؟ يمكن أنت في الوقت الحالي بتلعب على عامل مهم جدا اللي احنا برضو يمكن اتكلمنا في نقطة منه اللي هي الحصالات الزراعية، ويمكن الخضر بشكل كويس، ويمكن حتى البطاطس نفسها كان قبل كده برضو تعرضت لفكرة إشاعة أو فكرة أزمة، لكن برضو ده رد قوي جدا إن المشاريع الزراعية في مصر بشكل كويس قوي. الحصالات الزراعية والخضر وصادراتنا من الخضر شغالة بشكل كويس، وبالتالي أنت بترد على العالم كله لا، إن مصر بخير. بعد تحليلك تعالى أعرف معلومة كافية من الدكتور سيد حماد خبير التغذية عن فوائد البقدونس أو فوائد الخضر بشكل عام الطبية وتأثيرها على جسم الإنسان. وإحنا حقيقة دكتور في أمس الحاجة للخضر بشكل عام، أنت عشان تمدينا بالطاقة والحيوية طوال فترات عملنا. برحب بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك، اتفضل. أهمية الخضر وأهمية البقدونس تحديدا يا فندم. طبعا الخضر بشكل عام وخاصة الورقية منها، الورقية وكمان من ضمن الورقية كل ما كان اللون الأخضر الورقي غامق وداكن كل ما هيكون القيمة الغذائية والفايدة الموجودة فيها أعلى. كل الخضر الورقية مفيدة لاحتوائها على العديد من المواد المضادة للأكسدة كفيتامينات ومعادن، محتوي على قدر جيد من الألياف، وده بيديها ميزة أكثر عن أي أصناف أخرى من أصناف الأطعمة، يعني تعتبر أفضل إما لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وبالتالي بيرفع القدرة الوقائية والمناعية للجسم، واحتوائها على قدر جيد من الألياف وبالتالي بتكون منخفضة في محتواها من السعرات. البقدونس تحديدا يا دكتور؟ طبعا أشهر من البقدونس لأنه محتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية، ويمكن بيأتي على رأسهم طبعا فيتامين سي، بيأتي على كفيتامينات، بيأتي على رأسهم كمعادن محتوى عن نسبة جيدة جدا من الحديد، وبالتالي من ضمن الاختيارات الجيدة جدا اللي نقدر نستخدمها أو نستعين بها في الأنظمة الغذائية اللي تعالج نقص الحديد، بالإضافة لأن البقدونس له فوائد عديدة وكثيرة، بيأتي على رأسها أنه بيساعد في إضرار البول أو من ضمن الخضروات اللي بتساعد في إضرار البول، وبالتالي مفيد في كثير من الحالات أو من كثير من النظم الغذائية. بيحتوي على مواد كثيرة جدا مضادة للأكسدة بترفع المناعة والوقاية العامة للجسم، وبالتالي من ضمن الاختيارات الجيدة. وطبعا احنا عارفين استخداماته بشكل كبير، نقدر يضاف بشكل مباشر على الأغذية أو يستهلك بشكل مباشر ضمن طبق السلطة. طيب دكتور برضو خلينا اعرف من حضرتك معلومات عن الشاي الاخضر، هل بالفعل يساعد على تقليل نسبه الوزن في جسم الانسان وتفتيت الدهون، او فوائد الشاي الاخضر بشكل عام ايه يا دكتور؟ والله بشكل عام لو بتكلم في الجزئيه بتاعت تقليل الوزن او حرق الدهون، طبعا هذه الامور تحتاج الى دراسات عديده جدا. نعم. ولكن ليس هناك ضرر من استخدامه
بشكل عام يقلل من الشهية إلى حد ما، نعم بالإضافة إلى احتوال الشاي الأخضر عموما، وإن كنا نتحدث حتى كمان عن البقدونس على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي هي مفيدة للجسم وهتكون في الجانب الإيجابي وليس في الجانب السلبي. نعم ولكن لو هنعتمد عليه فقط إن هو من ضمن الحاجات اللي بتقلل الوزن أو بتساعد، فبالتالي لا، ده كلام هيكون جانبه صواب إلى حد ما، يقدر تمام يدخل ضمن الأنظمة الغذائية الأخرى ويكون مكمل من ضمن الأغذية الموجودة أو المستخدمة للاستفادة من وجوده ك ك ك يعني كحاجة قبل تناول الوجبة ممكن تساعد على مفيدة ترطيب للجسم الشهية يعني. إلى حد ما. وجوده ووجود المواد المضادة للأكسدة بشكل عام هتكون مفيدة جدا بالنسبة لنا وهتفيدنا، نعم وبالتالي نقدر نعتمد عليه أو نستخدمه. ولكن إذا حبينا نقول بشكل مطلق إن هو فعلا بيحرق الدهون أو بيقلل الوزن، ده موضوع محتاج دراسات عديدة جدا، وما أجري عليه حتى الآن ما نقدرش نعتمد عليه بشكل كبير أو نقول بشكل مطلق إن هو فعال في هذه النقطة. أما بشكل عام الشاي الأخضر له فوائد كثيرة وعديدة، تمام يكفي فقط احتوائه على المواد المضادة للأكسدة والمواد اللي ترفع المناعة والوقاية بالنسبة للجسم. بشكرك جدا دكتور سيد حماد خبير التغذية على هذه المعلومات الدقيقة والمفيدة لصحة حضراتكم. مهم ان احنا نتناول الخضار كما ذكر دكتور سيد، مهم كمان الشاي الاخضر قبل الاكل نظرا للعناصر الغذائية الموجودة فيه. دي كانت اطلالة سريعة مشاهدينا في اهم الاخبار التي صدرت صحف هذا اليوم، وكان معنا للتعليق على هذه الاخبار الكاتب الصحفي الاستاذ الزميل اسامة شرف الدين رئيس القسم الاقتصادي بجريدة جورنال مصر. شكرا ليك يا اسامة، شرفتنا وتحياتي لحضرتك. شكرا ليك يا عفوا، شكرا لكل المشاهدين. بعد الفاصل ننتقل مع حضراتكم لأولى فقرات برنامجنا الحوارية مشاهدينا الكرام، وهنتكلم عن ملف اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن الأفكار المطروحة في هذه الفقرة أعتقد أفكار بناءة تساهم بشكل كبير جدا في طرح الحلول للدولة لحل موضوع الباع الجائلين بعد ما تم تحميله من قبل الدولة. أعتقد محتاجين كمان مساعدة مهمة كبيرة جدا من الدولة لاحتضان هذه الفئة الهامة. بعد الفاصل ألقاكم في أولى فقرات برنامجنا الحوارية الباع الجائلون.